وإلى عالم التصوير والصور الاحترافية. نتحدث اليوم عن داني عيد، أحد أهم مصوري العالم العربي الفوتوغرافيين. داني يمتلك مشروعا فنيا متكاملا، ولديه العديد من المعارض الفنية، حيث يتخصص في التصوير المعماري والداخلي ومناظر المدينة وتصوير الطبيعة بأشكالها المختلفة. صباح الخير داني. صباح الخير، كيف حالك؟ يعني شو بتقدر تحكي لنا عن، نبدأ بهالموضوع، شو رأيك في هذا العمل التقني الجديد؟ هل هو نعمة أم نقمة؟ بالتكنولوجيا نحن على طول بناخذ الموضوع انه فيه بلس وماينس، فيه سلبيات وايجابيات. اكيد فيه ايجابيات اكثر من سلبيات. الايجابيه هو انه بيساعد المصور انه اعماله تنتشر وتوصل للعالم، وبيساعده انه كمان يقدر انه يستفيد من هذا الموضوع ويعمل شغل ويصير معروف بالايجنسيز، بالببليكيشنز، بكل الشركات. لما بتكون موجود على جوجل لانس وعندك المعلومات اللي هي بنسميها نحن الاكزيف داتا تبعيتك كمصور، اللي هي امبيدد انفورميشن بتحطها بالكاميرا، وكمان جوجل بيتعرف عليها، يعني تاريخ الصورة، اسمك كمصور، كوبي رايتس تبعك، حقوقك، اللوكيشن، الجي بي اس تبعك، وهي كل المواضيع بتساعدك انك كمان انك تجيب ترافيك لك كمصور على شغلك وناس تعرفك. هل تستخدم هذه التقنية، عفوا سهام، هل تستخدم هذه التقنية في تصويرك ولا لا؟ انا على طول كل صوري يعني بعبي اللي هو الاكزيف داتا والانفورميشن، ولما بعمل ابلود صوري على الويب سايت تبعي الانفورميشن تبعتي بتكون اوريدي موجودة هونيك. وهلا بنحكي كمان انه وين ممكن تساعدك الحقوق الملكية والفكرية، خاصة إذا كنت بتتعاون مع شركات بتمثلك كليجل بارتنر. طب داني، أنت خبير في عالم الصور الاحترافية، اليوم عندما تطرح جوجل خاصية مثل هذه، يعني عدسات صور، كيف يمكن أن تفيد المصور؟ يعني كيف يمكن أن تخدم المصورين الاحترافيين؟ مثل ما شرحت انه هاي بتساعده المصور انه يكون منتشر اسمه ومعروف مين المصور صاحب الصوره، واذا اي شخص بحب انه يشتري الصوره او انه يتداولها او اي ايجنسي، هيدي بتساعد كثير منيح المصور انه يكون معروف. يعني هاي من الاشياء المهمه، وكمان انه مثل سيجنتشر او مثل كريدت للمصور، ما تكون الصوره موجوده ما يكون لها ابدا معروف مفهوم مين بيملكها ومين مصورها وين الموقع والتاريخ وكل هالمعلومات. داني، ليش في عندي سؤال فضولي، ليش دائما المصورين بفضلوا دائما ساعات الشروق او الغروب؟ انت برضه من هالنظريه بتستخدم هالساعات، يعني بتصور بهالساعات؟ اكيد اذا انت بتصور تصوير معماري او تصوير مدن او لاندسكيب فوتوغرافي، احسن لك تصور بهالاوقات لانه الاضاءه بتكون اخف، وعندك شيء اسمه بلو اور وعندك شيء اسمه جولدن اور. ما بعتمد على حسب البلد ولا برضه كل العالم بتمشي؟ بكل البلد بتمشي، بس بيختلف الوقت من بلد لبلد. يعني في دول بتلاقي عندك الجولدن اور اللي هي بنسميها نحن لحظه بتكون الشمس فيها ذهبية، هذا بتطول بدول تانية وحسب الوقت بالسنة، يعني بالصيف إلى وقت والشتاء إلى وقت. نحن عنا هون بالشرق الأوسط نحن نسميها بلو أور، بس هي بتكون تقريبا 3-4 دقائق بس إذا بتطلع. أي ساعة بالشرق الأوسط؟ حسب الوقت بالسنة، يعني هلأ نحن عنا على 6-6.5 تقريبا، عندك 10 دقائق أو 8 دقائق بلو أور، يعني عندك تشانس قليل أنك تصور صورة أنك تاخد اللقطة اللي بدك إياها. بس بدول تانية إذا بتطلع صوب أوروبا وبتطلع في أكتر بول نور، يعني قطب شمالي، أو بتنزل القطب الجنوبي، بتطول البلو أور بتوصل للأربع ساعات. سو الكرياتيفيتي تبعيتك بتزيد. سهام؟ طيب داني، يعني حدثنا أولا عن داني المصور، شغفك بالتصوير، على شو بتركز تحديدا، ولماذا التصوير المعماري والتصوير الطبيعي؟ أنا درست هندسة داخلية ورسم، سو الموضوع كان بالنسبة لي أنه هو باشن أكتر لأنه هيدا الشيء اللي درسته. سو قررت أني كفي كمصور واختصيت بالتصوير المعماري لأنه ما كان في منافسة كتيرة، كل الناس، كل المصورين بيصوروا التوبكس المشهورة، يعني فود وإيفنتس وفاشن وبيوت وهيك. أنا قررت أني أروح أكتر على المعماري، المنافسة أقل، وبس كان وقت الشغل كتير قليل وقتها، هذا الحكي من 10 سنين. هلأ لأنه صار في عندك سوشيال ميديا، لأنه صار عندك إنترنت، كل الشركات، كل العالم بدهم يصوروا اركيتكتشرال، وبدهم يعملوا اريال فوتوغرافي اللي هو درون، سو صرت اكثر مختص بهذا الموضوع. وكمان بعمل لاندسكيب فوتوغرافي لانه هو ذات التكنيك اللي بتبعه بالاركيتكتشرال اللي بتبعه باللاندسكيب، سو بعمل لاندسكيب فوتوغرافي مثل هوايه لإلي، بتخليني شوي اتنفس وابعد عن الكوربريت لايف ايام. نورتنا، شكرا جزيلا على تواجدك معنا في الصور الاحترافي داني عيد. شكرا داني.